نكلم دكتور احمد نسال، تعالوا نشوف دكتور احمد قال ايه عن حالتها وعن العمليه بعد ما رشا خرجت من اوضه العمليات. دكتور احمد الشاوي منورنا في قصه حقيقيه. اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. طبعا انا بشكرك على مجهودك، بشكرك على كل حاجه عملتها مع رشا، وهي قالت وانا ما كنتش مصدقه يعني الصراحه، لما كلمت في تليفون عشان اطمن عليها وكده، قعدوا يقولوا لي شلتها هي واوضه للمرافقين واكل للبنت ودلع وسويتس وحلويات، وبجد يعني عملت لها اللي اهلها او اللي باباها ما عملهولهاش. ثانك يو. الحمد لله ان احنا وصلنا للنتيجه دي، الحمد لله. عملت ايه بقى مع رشا؟ انت عملت لها الاول سليف ولا باي باس ولا اللي هو تحويل المسار ولا عملت ايه؟ لا، احنا عملنا تكميم معده اللي هو سليف، وحالتها ما تستحملش في الفتره الحاليه غير ان هي تعمل سليف. بعد كده ان شاء الله لو احتاجت ان هي تعمل باي باس هنعمل لها ان شاء الله. يعني هي لازم تعمل عمليه ثانيه ان شاء الله؟ بس هي خسرت 10 كيلو في 4 ايام، دي اقل حاجه. احنا متوقعين الافضل ان شاء الله ان هي تقدر حتى تمشي على رجليها احسن من الاول. لو وصلنا للنتيجه دي مع نزول الوزن ان شاء الله نبتدي ناخد خطوه في اجراء العمليه الثانيه اللي هي تحويل المسار. طب متوقع ان هي تنزل كام كيلو مثلا يا دكتور؟ ممكن في خلال سنتين ممكن تنزل اكتر من 150 كيلو. دي عماله تقول انا لو بقيت 100 كيلو هبقى راضي. هي لو وصلت ل 180 كيلو انا راضي. الله يا دكتور. طبعا. بس مش هنحتاج بعدها حاجات تانية يعني؟ بيحتاجوا بقى بعد كده بيتهيألي بيبقى شد عشان الجلد بيبقى كتير، الحاجات دي؟ دي في الاخر خالص، دي في اخر بروسيجر او اخر خالص. حاجه بعد العمليه الثانيه ان شاء الله ممكن نبتدي نفكر في حاجه زي كده، بس تكون حالتها استقرت وحالتها بقت تسمح باجراء عمليه شد بطن او اي حاجه تجميليه اخرى. بس العمليات دي بتبقى صعبه قوي يا دكتور، يعني بالذات لما يكون وزن فوق مثلا 150 كيلو وبيعمل عمليه للتكميم. قول لي ايه الحاجات اللي واجهتها، يعني شفت ايه؟ هو تحضيرها نفسه كان مجهد. احنا كان هدفنا هي قعدت 10 ايام من غير اكل بتشرب بس، ده ليه بقى؟ اصل هم قالوا لي تحت برضو كده الصيام بالنسبه للعمليات فايدته ان احنا بنقلل كميه الدهون الموجوده جوه البطن وتقليل حجم الكبد، ده بيبقى اسهل لينا وافضل للعيان كمان. ان العيان ما بياخدش وقت في العمليه. احنا الحمد لله وصلنا في عمليه رشا ما قعدناش اكتر من ساعه ونص. ساعه ونص في العمليه بس؟ ساعه ونص. الله يا وهو ده كان هدفنا على مدار 3 شهور، ان احنا نحضرها ان هي تدخل العمليه تقعد ساعه ونص وتطلع بالاستفاده الكامله من العملية. عشان ما تقعدش في تخدير كتير، صح؟ بالظبط. طب هو هي حاله الرئه عندها ما كانتش تسمح اصلا. ايه بقى اللي شفته جوه؟ يعني عندها كومبليكيشنز ثانيه او في حاجات ثانيه؟ كبد، كلى؟ شفنا كبد ما شفناهوش في اي عيان ثاني. يعني ايه؟ الكبد عندها واخد البطن كلها. هو حجمه الطبيعي بيبقى قد ايه يا دكتور؟ ما بيعديش نص البطن. بيبقى في نص بطنين. واخد بطن كلها؟ معدي البطن. ليه بقى؟ معدي لحد الطحال. يعني ايه يا دكتور ليه؟ يعني المفروض ان الكبد يبقى لحد هنا مثلا. هي لا، الكبد واصل لحد الطحال. ده بيبقى بسبب وزن زياده يعني؟ طبعا. يعني الوزن الزايد يكبر الوزن الزايد وعادات الاكل السيئه. يعني ممكن تلاقي حد رفيع او جسمه عادي بس الكبد عنده متضخم. يعني احنا دكتور لما وزننا بيزيد الكبد بيزيد معانا؟ طبعا. انا اول مره اسمع على فكره المعلومه دي. ازاي؟ انت لو شفت كميه السونار اللي بيتعمل للعيانين اللي عندهم سمنه هتلاقي كلمه الكبد الدهني، وتشوفي بقى الاحجام عامله ازاي. يعني التخن مش بيزودنا دهون بس، احنا بيقعدوا لنا عشان صحتكم عشان مش عارف ايه؟ لا، السمنه بتاثر على كل حاجه في الجسم، على العظم، على الاوعيه الدمويه، على الكبد، على الكلى، على القلب، على الرئه. يعني بيأثر على مرض. كل الاجهزه اللي جوه في جسمنا. طبعا. وعشان كده هو مرض، وعشان كده عمليات تخسيس هي عمليه فعلا لمرض، مش عمليه تجميليه. انا بشوفها اعاده حياه، يعني ان انت يبقى عندك عينيه بتقول لي انا بقى عندي حياه، ودي حقيقه. بالنسبه للناس مثلا مش عارفين يطلعوا سلم طبعا، او مش عارف يتحقق، في ناس بييجوا بيطلبوا ان هم يعملوا العمليه عشان يكمل في وظيفته، بيشتغل مثلا ساعي فهو مش قادر يتحرك في وظيفته دي. طبعا. فبيطلب ان هو يعمل العمليه عشان يقدر يكمل. واحيانا بيبقى الناس ما بتشوفوش مرض، يعني بيبقى حاجه ان هو يبقى عرضه للتنمر او عرضه للتريقه، يعني ما بيشوفوش ان هو يا جماعه ده مرض، ده اصعب حاجه الواحد يخس عشان تبقى عارف يا دكتور، اصعب حاجه في الدنيا الواحد يعمل دايت ويخس ويحرم نفسه من الاكل. انا بشوف كده. بص، هقول لحضرتك على حاجه. اول سؤال بساله للعيان، انت عايز تخس ليه؟ عشان ابقى عندي حياه، عشان اعيش طبيعي ومحدش يضايقني. لا، اي سبب من حقك تقول اي سبب،
ما عدا حاجه واحده بس. ايه؟ التنمر. ما تعملش العمليه عشان الناس، اعملها عشان نفسك. يعني انا احترم اللي يجي يقول انا عايز اعمل العمليه عشان بصيت على لبس معين ما عرفتش البسه، او بيجيب لبس اصغر منه يا حبيبي وما يعرفش يلبسه. لا، حقك ان انت حقك ان انت توصل ان انت تلبس الحاجه دي، دي من حقك. لكن مش من حق حد ان هو يغير في حياتك. يعني ما تعملش العمليه عشان الناس بيتريقوا عليك او عشان نفسيته تبقى احسن. يعني هو مثلا بيبقى مش عارف يقول ايه لك. لكن ما تعملهاش عشان الناس، اعملها لنفسك. طب تفتكر رشا مش عامله العمليه عشان جوزها؟ بالنسبه لرشا السؤال تريكي. بص انا كلمعت ازاي اكتر. قول الحقيقه. انا عايزه الحقيقه. ممكن تقولي رشا كل حاجه، وعشان كده احنا عايزينها تتحسن عشان تبتدي تبص لنفسها، تطلع الحاجه الكويسه اللي جواها. مش عارفه اشكرك ازاي. لا خالص هي تستاهل اكتر من كده طبعا. ربنا يبارك لك ويسعدك بجد. ثانك يو. وكل حاجه انت عملتها لله. وانا زي ما قلت حتى انه كذا دكتور حاولوا يكلموني عشان ياخدوا الحاله، لكن حضرتك اللي كنت خدتها من الاول وقدها وقدود. وانا بشكر يعني انا جيت عشان اشكرك بس. ثانك يو. جيت اشوف يعني رشا بس عشان اقول لك بجد ميرسي بجد. لسه في ناس طيبه كده، ناس فيها خير وطولة بالك وشطارتك. انا بشكرك جدا يا دكتور. الحمد لله، توفيق من عند ربنا. وبشكركم طبعا على دكتور. على راسي. شكرا يا دكتور. ميرسي جدا يا دكتور احمد الشاوي. ميرسي. كلام حلو ومهم قاله دكتور احمد عن رشا وعن كل اللي زيها. يا رب تكونوا استفدتوا معانا. من حقنا نعمل عمليات لو مقتدرين، نحاول ان احنا نتخلص من السمنة أو من التخن اللي مضايقنا، الوزن الزايد اللي بيمنعنا من حاجات كتير، بيمنعنا نعيش حياة صحية، حتى لو مش حياة صحية حياة طبيعية، بيمنعنا من الحركة بحريتنا، بيقيد حركتنا وبيضايقنا، ما بنعرفش نلبس اللبس اللي بنحبه. ده بجد كل واحد ليه أسبابه على فكرة. كل واحد فينا بيبقى بيفكر إنه يخس لسبب معين، بس الحاجة اللي مش مفروض إننا نعمل عملية ونحاول نخس بسببها أو عشانها هي كلام الناس أو تنمرهم أو أخس عشان خاطر حد يتقبلني أو يرضى بيا زي ما بيقولوا. أبداً. مفيش مخلوق في الدنيا من حقه إننا نغير حياتنا أو شكلنا عشان نعمل حساب لكلامه. هو ماله؟